وهناك أيضا من علماء إزكي أسرة الشيخ أحمد بن موسى العزري الأزكوي. هذه الأسرة أيضا أسرة الشيخ أحمد بن موسى، هذا أنجبت الكثير من الفقهاء ومن الأدباء ومن النصاخ هذه الأسرة، ومنهم الشيخ سعيد بن عبد الله بن عامر الأزكوي. والشيخ سعيد بن عبد الله بن عامر يعني صاحب كتاب الاختصار من معاني الآثار، وكتاب الاختصار هذا هو مختصر لبيان الشرع، اختصره الشيخ سعيد بن عبد الله بن عامر في أربعة مجلدات، لا يزال مخطوطا. ومنهم كذلك الشيخ الفقيه محمد بن عبد الله بن عامر بن أحمد بن موسى الأزكوي العزري، هذا أيضا من هذه الأسرة، من أسرة الشيخ أحمد بن موسى العزري. وقيل بأن يعني عزور النزار، أكثر عزور النزار وعزور نزوة وعزور السليف من أسرة الشيخ أحمد بن موسى العزري، وهو من علماء أو من فقهاء عمان في القرن أو في بداية القرن العاشر الهجرة، وتسلسل في هذه الأسرة العلم، تسلسل العلم فيها إلى القرن الثاني عشر الهجري. وهناك نصاخ أيضا في هذه الأسرة، كثير من النصاخ في هذه الأسرة وفقهاء إلى غير ذلك، أسرة الشيخ أحمد بن موسى العزل، ومنهم الشيخ أحمد بن مسعود، الشيخ أحمد بن مسعود بن أحمد بن موسى العزري، والشيخ مسعود بن أحمد بن موسى العزري أبوه أحمد، الشيخ أحمد بن موسى بن مسعود هذا له سؤال وجهه للشيخ خميس بن سعيد الشخصي، موجود في كتاب التبيان للشيخ درويش بن جمعة المحروقي، وهو من بني عزرة من إزكي هذا.